شنو عندكم دابا انت الشيء اجتماع؟ تعرف الجغرافيا ثاني بكالوريا علوم ثانية تعرف الجغرافيا ثاني بكالوريا دابا بعد ما نتعرفوا الكلام ان شاء الله نمشيو للقاعات ويتم توزيع الاضرفه والوثائق المصاحبه توقيع المترشحين وحضور الاطلاق ونمروا عمليه المراقبه ديال المترشحين سواء بالنسبه للاستدعاء ولا البطاقه الوطنيه. حنا في اليوم الأخير من الاستحقاقات الجهوية والوطنية. طبعا المركز الامتحان كان على استعداد تام، تم توفير جميع الوسائل والظروف المناسبة لإجراء الامتحان. بداية الامتحان كانت مع الامتحان الجهوي يوم 6 يونيو، وبعد ذلك الامتحان الوطني حيث بدينا بالقطب العلمي، ثم اليوم الأخير أو اليوم الثاني للقطب الأدبي. القطب الأدبي عندنا عدد المترشحين 131 بعدد القاعات 8. الحمد لله الظروف كلها مواتية، لا بالنسبة للحراسة ولا اللوجيستيك ولا يعني عملية النقل و استقبال المواضيع وتوزيع المواضيع. العملية يعني كيوم الإجراء تبتدئ في 6 صباحا بمركز الامتحان رفقة رجال الأمن، حيث نستقبل يعني نتسلم المواضيع، ثم نلتحق بمركز الامتحان للاستعداد مع الفريق الكتابة، ويتم فتح المواضيع بحضور الأستاذ المداوي وأطر الكتابة وتلاميذ مترشحين للمسلك أو القطب العلمي أو الأدبي حسب المادة، ثم يتم توزيع الأطر الحراسة أو مراقبة الإجراء على القاعات، ويتم الانطلاق في الوقت المحدد. صراحة نشكر الجميع، بداية كل من الأطر التربوية المشرفة على مراقبة الإجراء
يعني الحراسة، ثم فريق الكتابة، جمعية الآباء على الدعم والمساندة، السلطة المحلية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الفريق الإقليمي أو المركز الإقليمي للامتحانات والمركز الجهوي. الجميع يعني مجند لإنجاح هذه المرحلة. قبل الامتحانات كانت مرحلة الدعم والاستعداد النفسي والمنهجي للامتحانات من طرف مجموعة من الأطر التربوية بالمؤسسة، خصوصا الدعم في المواد الإشهادية، وكذلك الاستعداد النفسي للامتحانات، بحيث تم تحسيس التلاميذ بالمسؤولية الملقاة عليهم من خلال الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات، خصوصا فيما يخص الغش وزجر الغش، حيث قمنا بعدد من الورشات لتحسيس التلاميذ بأهمية الاعتماد على النفس والمراجعة وعدم اللجوء للأساليب الغير قانونية للنجاح. الدورة العادية لإجراء امتحانات البكالوريا. الحمد لله على مر هذه الأيام كانت الأجواء جدا مناسبة، ظروف عادية لإجراء وتمرير الامتحان، استقبال التلاميذ في الوقت المناسب، تغطية الحراسة بشكل عادي، و يعني جميع الظروف المواتية والمناسبة لتمرير مثل هذه المناسبات كانت حاضرة في المؤسسة هذه. نتمنى التوفيق لجميع التلاميذ ديالنا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا. كنحضر هنا في اليوم الأخير من الامتحانات. طبيعة الحال الأجواء كانت جيدة، التنظيم كان محكم في هذا المركز هذا، وبهذه المناسبة كنقدموا تحية عالية لجميع الأطر التربوية والإدارية التي أسهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقامت بتوفير جميع الأجواء المناسبة، وكذلك توفير العدد جميع الشروط اللوجستية لمرور هذا الاستحقاق في أحسن الظروف في أحسن الأجواء. وربما رأيتم الابتسامات على وجوه المترشحات المترشحين، بحيث أنهم جميعا حسوا بأن الأجواء لا داخل المؤسسة ولا في المحيط بها أجواء عادية، الأجواء ما فيهاش ربما ديك التوتر اللي شفتوه في مجموعة ديال مراكز الامتحانات، وكذلك النوعية ديال الكلام الذي يتم توجيهه في خلال هذه المناسبات. إذن كنتمنى إن شاء الله أن جميع المترشحات والمترشحين توفقوا في المهام ديالهم، وشكرا جزيلا لكم مجددا على التغطية. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلمى الزباخ، تانية بكالوريا علوم إنسانية، كنقرا في مؤسسة مهدي المنجرة. مؤسسة مهدي المنجرة اليوم حنا بصدد آخر يوم، أو بالأحرى تاني يوم من الأجواء ديال امتحان البكالوريا. الأجواء مناسبة الحمد لله، كلشي موفر لنا، يعني ما كاين لا كاين ستريس، ماشي ما كاينش ستريس، ولكن يعني كنحاولوا نعملوا اللي في جهدنا، والحمد لله يعني لا من المؤسسة ديالنا، لا من المدير، ولا من الحراسة، ولا من جميع الطاقم ديال المؤسسة، موفرين لنا جميع الشروط وجميع الظروف، والحمد لله. وكنتمنى ان شاء الله يدوز كلشي مزيان وعلى خير، ونتمنى التوفيق للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.